بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. عاوز أكلمكم في موضوع احتمال الله لبعدنا عنه تحت عنوان ارجعي يا نفس. أول مرة لاحظ الأسبوع اللي فات أنه الكلمة دي ملحة قوي في سفر أرمية. سفر أرمية اتكتب قبل المسيح بحوالي 550 سنة أو 600. أرمية حضر السبت. في الأول قاعد يقول للناس يا ناس توبوا، ما بيتوبوش، فقال لهم خلاص في أيام صعبة جاي عليكم، وسلموا خلاص للبابليين فاعتبروا جاسوس فسجنوه بهدلوه لأنه اعتبروه خائن، بيقول سلموا، فقال لهم ما خلاص، ما هو ربنا هيأدبكم، أنا عارف هو قال كده، ما صدقهوش. فتزل أرمية ذل شديد قوي، وحضر السبي فشاف الهيكل بيتحرق قصاد عينه، وده سر كتابة مراسي أرمية، إنه كان بيرثي حالة أورشليم والهيكل. وبعدين كان كبر في السن، قاموا بهدلوه تاني لغاية ما اليهود نفسهم موتوه. أرمية تنبأ حوالي 50 سنة، 50 سنة بيقول للناس ارجعوا، ما بيرجعوش. ودايما لما الواحد فينا بيحبط بيفتكر أرمية، لأن ما فيش نبي أو خادم في التاريخ تعرض للإحباط في رأيي قد أرمية، لدرجة مرة يقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا على قتل بنت شعبي. يا ليت لي مبيت مسافرين، يعني نفسي هج واطلع من الدنيا دي من كتر يا عيني ما هما محدش بيسمعوا، يا ناس ارجعوا، يا ناس توبوا، يا ناس اتغيروا، محدش سائل فيه. وأرمية كانت دموعه قريبة، عشان كده بيسموه النبي الباكي. والبعض بيقول ان المسيح كانت دموعه قريبة، فلما سألوا ماذا يقول الناس عني انا، البعض قال ايه؟ أرمية. فكأنه أرمية تخيلوه اقرب الى شبه المسيح، وطبعا ما كانوش شافوا أرمية في وقتها في جيل المسيح، لكن جالهم يعني فكرة يكونش أرمية اللي سمعنا عنه اللي بيحب شعبه قوي وبيبكي على شعبه كتير، لأنه كان المسيح حنين قوي، وكان أرمية معروف أنه حنين قوي على الناس وصعبان عليه أن الناس تهلك. اللي أنا شغلني الأسبوع اللي فات أنه في إصحاح واحد مكتوب كلمة ارجعي 6 مرات تقريبا. وهنا ارجعي ليه بالمؤنث؟ لأنه النبوات عادة تخاطب الشعب اليهودي كعروس، كأنثى، كزوجة لله. فلما تلاقوا كلمة ارجعي بالمؤنث أو كتير قوي تذكر بالمؤنث، ده يا إما المخاطب إليه ده صهيون أو أورشليم أو إسرائيل أو الشعب، وكل ده بيعامل معاملة العروسة، العروسة الخائنة لعرسها. هنشوف النص، هقرأ النصوص الأول وبعدين ناخد آية آية كده نتأمل فيه. قائلا أرمية 3:1، إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر، هل يرجع إليها بعد؟ حسب الشريعة ممنوع واحد طلق مراته وراحت لواحد تاني يستردها تاني. وطبعا ده كان أحد الليميتيشنز أو الحدود اللي ربنا حاططها عشان ما يستسهلش اليهود يطلق. فلو إيه، لو راحت لواحد تاني مش من حقك تاخدها، وإلا تبقى نجاسة. ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ حسب الشريعة أيوة. يقوم ربنا يقول بقى أما أنت يا صهيون فقد زنيت بأصحاب كثيرين لكن ارجعي إلي يقول الرب. تصور واحد يعني الخيانة في أصعب صورها، وبعدين يقول إيه بس ارجعي لي برضو عاوزك. آية تاني تقول إيه في نفس الإصحاح، قال الرب لي في أيام يوشيا الملك، هل رأيت ما فعلت؟ تصور بقى المسيح لما يوشوش كده أرمية يقول له شفت بيعملوا ايه؟ يعني عيني بيدوا همهم لبعض، المسيح بيشكي همه لأرمية وأرمية يشكي همه للمسيح، صداقة يعني. هل رأيت ما فعلت العاصية إسرائيل؟ انطلقت إلى كل جبل عال وإلى كل شجرة خضراء. عبادة الأوثان كان كده، يطلع على كل حتة عالية حطوا تمثال ويسجدوا ويسيبوا الهيكل محدش يدخل. في الوقت ده كان الهيكل موجود. وزنت هناك، زنت يعني عبدت أوثان، فقلت بعدما فعلت كل هذه ارجعي إلي، فلم ترجع.
فرأت أختها الخائنة يهوذا. وبقيت النص يقول فيهوذا قالت لدق ليل اللي عملته إسرائيل. فيهوذا بقت تتمادى في الشر أكتر من إسرائيل. في الوقت ده كان في مملكتين لو أنتوا فاكرين التاريخ. بعد سليمان اتقسموا اليهود مملكتين، بقت إسرائيل هي الشمال 10 أصباط ويهوذا هي الجنوب صبتين، يهوذا وبنيامين. فتلاقوا في النبوات دايما كلمة إسرائيل ويهوذا. إسرائيل هنا يقصد بها المملكة الشمالية، واليهوذا مملكة الجنوب اللي فيها أورشليم. آية ثالثة، أرمية 3:12، اذهب ونادي بهذه الكلمات نحو الشمال، الشمال يبقى إسرائيل، وقل ارجعي أيتها العاصية إسرائيل يقول الرب، لا أوقع غضبي بكم لأني رؤوف يقول الرب، لا أحقد إلى الأبد، اعرفي فقط اسمك أنك إلى الرب إلهك أذنبتي وفرقت طرقك للغرباء تحت كل شجرة خضراء ولصوتي لم تسمعه يقول الرب. لسه في نفس الإصحاح، ارجعوا أيها البنون العصاة يقول الرب لأني سدت عليكم. سدت عليكم هي في الترجمة يعني أنا رجلكم، فارجعوا لي أنا المسؤول المفروض، فأخذكم واحد من المدينة 2 من العشيرة وآتي بكم إلى صهيون وأعطيكم رعاة حسب قلبي يرعونكم بالمعرفة والفهم. أنا قلت كيف أضعك بين البنين، يعني كان نفسي أعاملك معاملة ولادي، وأعطيك أرضا شهية ميراث مجد أمجاد الأمم، نفسي أورثك السماء، نفسي تبقوا ولادي. وقلت تدعينني يا أبي، هيجي اليوم اللي تقولي لي يا أبويا على ربنا، طبعا ده العهد الجديد بقى. ومن ورائي لا ترجعين، يعني نفسي تبطلي ايه تلفي من ورايا وترجعي للدنيا تاني. دي شهوة ربنا ان الواحد ايه يمشي لقدام ما يقعدش يرجع تاني ويخيب ويبص على الدنيا. اخر آية، سمع صوت على الهضاب بكاء تضرعات بني اسرائيل. اخيرا تابوا، يعني اخيرا سمعنا لهم حس حلو، لأنهم عوجوا طريقهم نسوا الرب إلههم. ارجعوا أيها البنون العصاة فأشفي عصيانكم. أخيرا قالوا في آخر الإصحاح ها قد أتينا إليك لأنك أنت الرب إلهنا. صح اللي بعده خابوا تاني، بس يعني على الأقل كان نفسه يسمع دي. إيه بقى حكاية الرجوع دي بقى؟ أكتر كلمة بيوشوشنا ربنا، أتصور كده بعد الإصحاح ده بيقول لك ارجع. ليه؟ ساعات تكون في روح غضب دخلتك متغاظ، وربنا عمال يقول لك ارجع حبيبي، ارجع لسلامك، انا مديك سلام، انا مسؤول، مالك غضبان ليه؟ فاير ليه؟ ما انت دقت طعم السلام. او ارجع لمحبتك الاولى، مش كنت بتحبني اكتر من كده؟ مش كنت بتحب الخلوه؟ مش كنت بتحب الانجيل؟ مش كنت بتحب القداس؟ ليه سبت نفسك الدنيا تاخدك؟ ما انت دقت في وقت مشاعر حلوه. أو ارجع تاني خليك طيب زي الأول، كانوا بيقولوا عليك ساذج، ما كنتش بتشوف عيوب حد، ما ترجع للطيبة دي. عامل فيها ناصح دلوقتي هي مش نصح، بقت عين شرير، بقى كل الناس في نظرك وحشين، فين البساطة اللي كنت فيها وانت صغير؟ أو ارجع وخليك طفل، ما انت كنت طفل في منتهى النقاوة، ومن لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله إن لم ترجعوا وتصير. إذن كلمة ترجع زي ارجع لحضني، أنت كنت جوايا ليه طلعت برايا؟ ارجع لعقلك، ليه مشيت ورا الدنيا؟ ارجع لقلبك الطيب، ارجع للتسامح اللي كان طبعك، ارجع للبساطة اللي فقدتها من كتر الحسابات والدنيا والفلوس. كلمة ترجع دي مليانة معاني وتطبيقات، كل واحد بشكل. ممكن تبقى ارجع لخدمتك، انت سبت خدمتك ليه؟ او ارجع لروح الخدمة اللي ابتديت بيها، كنت في اول الخدمة مستكترها على روحك وحاسس انا تحسب خادم، دلوقتي قدمت وبقيت بتزعل من الناس ومش مقدرينك ونسينك، فين الروح الاولانية اللي كنت يعني مستكتر على نفسك لقب خادم؟ ارجع لدموعك، كان في لحظة كنت ممكن تبكي خجلا، راحت فين دي بقى؟ ارجع لاتضاعك، كنت بتقدم الناس عليك دلوقتي بتزق عشان توصل. إذن كلمة ارجع دي ملح، ارجعي
لأن شعب اليهود كان في زمن داود على الأقل كان بتاع ربنا، وكان سخن، وكان في آلاف من المرتلين، وكانت العبادة قوية. زمن موسى في أوله، يا سلام على المنظر، وهم بيعدوا البحر وطالعين يرتلوا، حاجة ما تكررش تاني. فيبقى ربنا يقول ما ترجعوا للمنظر ده تاني، المنظر ده كان حلو، وانتوا فرحانين بالمن وفرحانين بالمية وفرحانين بالعبور وشايفين ربنا في عمود السحاب، ايه اللي خلاكوا تقلبوا بقى وعجل ذهبي وشغلة؟ في حياة كل واحد فينا في يوم او مرحلة فترة كانت احسن من كده. فحتى لو ربنا مش بيكلمك عن قداسة بعيدة عنك، بيقولك انت تقدر ترجع لحاجة انت دوتها، حالة اكتر من كده. لو في حد زعلان منك وانت زعلان منه، ليه ما ترجعش للوضع القديم اللي كنتوا حبايب؟ ليه سبت الشيطان يكسب جولة ويبوظ العلاقة؟ ما ترجع، ما كانت العلاقة دي في اولها كويسة وكانت حلوة. إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده صارت لرجل آخر، هنا ربنا بيشبه علاقتنا بعلاقة زواج، ارتباط. هنا في نوع من الخيانة، راحت لحد تاني، أنت بقت نفسك مش بتاعتي. إما أنها بقت الذات حكمك، بقى اسمك أنت واخد مطرحي، دماغك فيك أنت، قلبك فيك أنت، مشغول على اسمك أنت ومركزك أنت وإنجازك أنت، فانت بقيت اله نفسك، انت بتعبد نفسك وانت مش دريان. هذا هو الرجل الاخر، ودي تعتبر حالة زنا، عبادة الذات. او المادة، زعلان على الفلوس اللي راحت، او فرحان بقرش جاي، او بتحلم انك توصل لمبلغ معين. ليه يا ابني كده؟ ليه وانا يعني كنت قصرت معاك؟ انت عشت حياتك كلها مرتاح يعني، وهتسيبها وهتمشي بكرة يعني، ليه تروح لراجل اخر شوية فلوس؟ أو الناس، أحيانا الواحد يبتدي يحب ربنا بعد شوية يتكعبل في الناس، بقت الناس هي اللي زحمة في دماغه، عاوز يرضي ده وخايف من ده ومراعي زعل ده، إيه الناس يعني؟ في الآخر جاي لنا والناس دول هيمشوا وأنت هتمشي. أو الرجل الآخر يبقى جسدك، خلاص بقى جسدك شغلك، المرض مخوفك، الأكل والشرب مهمين عندك، النوم والراحة، وبعدين بقى يبقى واضح، ارجع ارجع من أي واحد من دول خدك مني. يبقى الرجوع عن حاجة خدتك من ربنا، دي أول آية. يقول لكن ارجعي، يعني مهما كنت لخبط لكن ارجعي، دي بتدينا رجاء، لأنه دايما لما بص للآية، أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين، ممكن لو ما نعرفش الآية نقول وعشان كده بقى أنا هعمل فيك وسوي، مفروض بقى. إنما نفاجأ أن بعد الكلمة الصعبة قوي دي يرجع يقول بس أقول لكم ارجعوا خلاص، يعني أنا مستعد أسامح كل ده واشطب عليه كله وكأنه ما كانش، والغي تماما من رصيدك وحساباتك، بس أنا مش طالب منك غير ارجع، يقول الرب. ارجعي يعني ربنا بيستحمل مشغوليتنا. احنا موضوعنا الاحتمال، ربنا ممكن يكون احتملك سنين وانت مشغول عنه في بالنسبة لربنا تفاهات، أو في أمور هو واعد بيها من الأول ليه خدت عقلك، أو في ناس هو حطهم في حياتك عشان يقربوك منه مش عشان يبعدوك عنه. فربنا محتمل، محتمل عبادتنا للأوثان. أصعب حاجة على ربنا عبادة الأوثان، العالم مليان عبادة أوثان، عبادة الأوثان ما وقفت، الدولار وسن، التلفزيون وسن، الفيسبوك وسن، الإعلانات اللي في التلفزيون وسن، الناس بيبقوا وسن ساعات. طبعا أكبر وسن في الدنيا ذاتك. الله يحتمل جحودنا، يعني تلاقونا متذمرين بعد ده كله، يعني القلب مش معاه والدماغ مش معاه، وبعدين نرجع نشكي، يعني مفروض هو اللي يشكي. إذن ربنا دايما في حالة انتظار للرجوع. أجمل لحظة عند ربنا هي الابن الضال اللي جاي ده، هو راجع كده خلاص مش عاوز حاجة تاني ربنا أكتر من كده. ها قد أتينا إليك، نهاية الإصحاح كده، هدينا راجعين يا رب. ثاني ارجعوا، قال الرب لي في أيام يوشيا، هل رأيت شفت عملوا فيا إيه؟ فقلت بعدما فعلت كل هذه، خلي بالكوا إحنا أحيانا مش بنعرف كمية الشر اللي عملناه وكمية الأذى اللي ربنا
خدوا مننا. أشعياء مرة يقول قد أتعبتني بأسامك، تعبتوني. وإحنا فاكرين الإدانة عادي، والتفكير في الفلوس عادي، والمشغولية بالدنيا عادي، والزعل من الناس عادي، وكل ده مسامير في المسيح، كل ده جلدات على ظهره وهو سكت، وإحنا مش دريانين اللي بنعمله فيه. فهنا بيقول قلت بعدما فعلت كل هذه، برضو تخاف نقول إيه ده، هينتقم بقى ولا هيغضب؟ ارجعي إلي، نفس الكلام، مش عاوز أكتر من تلف وترجع لي، واللي فات مات. إيه الطيبة دي؟ إيه الرئة دي؟ مفيش بني آدم بيعمل كده، مش ممكن إنسان يحتمل اللي ربنا بيحتمل، مش ممكن إنسان يغفر بالقدر اللي ربنا بيغفر بيه. محدش بالبساطة دي يلغي كل السنين دي ويشطب عليها كأنها ما كانتش، ويقدر قوي الرجوع وكأنه أحلى حاجة. طب ما احنا عندنا فرصة ننطلق مع ربنا ونرجع ونفرح. فلم ترجع، يبقى ربنا دايما مستعد للفرصة الأخرى، ربنا دايما محب للغفران، عاوز يخلينا نبتدي تاني وينسى اللي فات. لكن خلي بالكو النص هنا بيشاور على حاجة تانية. على فكرة حياتنا باللخبطة اللي فيها ضرت غيرنا كمان. لما يهوذا شافت إسرائيل بتلخبط، يهوذا سائت فيها. فاهمين الفكرة؟ يمكن ولادك خدوا منك أن الفلوس مهمة زيادة، أنت ضرتهم على فكرة ضرر فظيع، لأن هما لقوك مركز في الفلوس زيادة. يجوز ناس قريبين ليك اتعلموا الإدانة بسببك، لأنك أنت مسؤول أو كبير أو خادم، فاستحليت الكلام عن الناس، فطبعا اللي ورا منك هيستحلوها، فطلع أنه كمان أنت ضريت غيرك، ومع كده يرجع يقول لك برضو ارجع لي. الموقف الثالث، اذهب ونادي أقول الرب لا أوقع غضبي بكم. أنا مش عاوز أغضب لأني رؤوف، يقول الرب. تعبير جميل، أنا مش بحب أغضب. اللي أنتوا عملتوه يستاهل الغضب، يستاهل، إنما مش طبعي الغضب، أنا طبعي الرأفة. دي حكمة جميلة، اللي عملته نينوى تستاهل الغضب، اللي عمله يونان يستاهل الغضب، بس ربنا ما بيغضبش لا على يونان ولا على نينوى، ربنا بيرأف بيرحم. هو ده اللي حصل معانا، احنا لو بالورقة والقلم كان لازم نبقى في الجحيم، لكن ربنا بيحبنا ويميل للرأفة، فبيسامح ويفضل يسامح ويفضل يسامح، بس عاوزك ترجع بقى، يعني تظبط اتجاهك. يقول لا أحقد إلى الأبد، يعني بتضايق هنا، أحقد بمعنى بتضايق بس ما بسيبهاش، ما بيضايق من الغلط لكن ما بيطولش مع نفسه. بصوا التعبير الجميل ده، شوفوا التوبة ممكن تتبسط قد إيه. اعرفي فقط اسمك، بس لو تعرف اللي انت عملته هو ده كفاية، هو كفاية. لو انت وقفت وقلت له أنا عارف أني وحش، يا بالنسبة لربنا انت عملت كل المطلوب. ما هو الابن الضال راجع يقول إيه؟ أخطأت. لا بيوعد أنه يبقى حاجة كويسة، ولا بيقول هيسدد اللي سرقه، ولا عارفش يقول انا غلطت، غلطت جامد. اوكي خلاص، خده في حضنه، خلصت. اعرفي فقط اسم. عشان كده من اوحش المشاكل ان الواحد يكابر في الاعتراف بخطيته، ان الناس تقول له انت غضوب، يقول لا الناس اللي مستفز. يا حبيبي اعرف خطيتك، خلينا نخلص. اعرف انك لسه عبد للفلوس ومال، اعترف قدام ربنا انك انت جسدك شغلك زيادة. اعترف انك بتسيء الظن بالناس، ما تقعدش تقول هي الناس وحشة، لا برضو انت سيء الظن طبعا. اعترف ان قلبك ضيق مش بتحب الكل، اعترف ان كرامتك عالية شوي. اعرف بس اسمك، خلينا نخلص. اعرفي فقط اسمك، يعني بيسهل علينا التوبة جدا. انك الى الرب الهك اذنبتي وعملتي وعملتي ولصوتي لم تسمعوا. الحاجات اللي ربنا بتزعله وما ظنش ان حد فينا بيعترف بيها، ونفسي تاخدوها تدريب، كل مرة تعترفوا قولوا مش بسمع صوت ربنا كويس. يمكن دي تنبهك لخطيئة
غايبة عنك. لأن احنا ممكن نقعد بالشهور ويبقى نوعظ زي حالاتي بس مش سامع ربنا بيقولك ايه. ساعات يحصل كده، يكون ربنا عمال يقولك حاجة وانت مش راضي تسمعها خالص، لأنك انت بتقرأ عادي، بتصلي عادي، بتحضر قداسات عادي، بس كأنه كلام نظري وفي كلام بيخبط وبيقول وتاخد منه قرار لازم ما بيتخدش القرار. فهنا من الحاجات اللي بتوجع ربنا، انت مش سامعني، لهم اذان يسمعون ولا يسمعون ولا يفهمون، طوبى لاذانكم لانها مفروض تسمع. النص اللي بعده، ارجعوا ايها البنون العصاة يقول الرب، لاني سدت عليكم. سدت عليكم قريتها في اليونان في الانجليش يعني مارد، لاني انا متجوزكم، يعني معناها كده انا مسؤول كده كده خلاص، انتوا حته مني، فاخذكم واحد من المدينه واثنين من العشيره واجيبكم صهيون. يبقى ربنا بيقول انا ارتبطت بيك حبيبي من ساعه المعموديه والميرون ارتباط، انا ما اقدرش، انا ما بطلقش حد، انتوا حته مني، فانا مسؤول اصلح كل اللي انت عملته، بس تعالى لي انا مسؤول اصلح البلاوي اللي انت عملتها. تصوروا الاوفر، مش انت بوظت في عيالك، انا هزبط لك اللي عملته، مش انت ضيعت عمرك، انا هلحق اللي فاضل من العمر، مش انت اصريت على الشر، انا هصلح كل الخرابة اللي انت عملتها دي، بس ارجع لي لاني مسؤول، انا مسؤول اغفر ومسؤول اغير ومسؤول ازينك واتجهزك للسماء كمان. انا ارتبطت بيك ارتباط زيجي، هنا الزوج المثالي هو المسيح له المجد، المسؤول مسؤولية كاملة عن شريك حياته اللي هي البشرية. وبعدين يقولت هاخدكم واحد من المدينة واثنين من العجيرة، يعني ايه؟ لو واحد عدل بيرجع لربنا مش هسيبه، لو اثنين من عشيرة كاملة هجيبه. يعني ما تبصش حواليك، لان اغلب الناس ما بترجعش، اغلب الناس مش عاوزة تتغير، فهي واحد من المدينة يعني هم قلة اللي بينتبهوا للوشوشة الإلهية دي، ارجع يا حبيبي، قليلين اللي بيفتحوا ده، بس هما دول اللي بيعجبوا ربنا. فيبقى انت متابع صوت ربنا وملكش دعوة بحد. زكى عشار ضمن 100 عشار هو الوحيد اللي خد القرار، واحد من المدينة. يعني ما تبصش بقى وتقعد تقولها ده ما انا يعني الناس كلها، ملكش دعوة بحد، القلة هي دي اللي بتعجب ربنا. هنا بقى في مكافأة للتوبة، مكافأة جميلة، أعطيكم رعاة حسب قلب. أحد مكافآت التوبة إنك لو تبت ربنا هيحط في حياتك واحد شبهه يفرحك، واحد يقدم لك حنية ربنا، واحد يديك الغفران اللي انت مستبعده عن نفسك. إذن الرعاة حسب قلب الله عطية من الله للتائبين. سر الاعتراف ده نعمة كبيرة جدا، الأبوة بتاعت الكاهن دي نعمة كبيرة جدا، لأنها عطية رب، هديته للشخص التائب. بدال راجع هتاخد حاجة غالية من عندي، هديك واحد حسب قلبي كده يسوقك بقى بالمعرفة بالفهم، يقولك تعمل ايه وما تعملش ايه عشان ما ترجعش تاني تتلخبط تاني. فالتوبة لها مكافأة، ضمن المكافآت مش بس الغفران، الرعاية أو الراعي الصالح. أنا قلت كيف أضعك بين البنين، يبقى ربنا مصر يرجعنا واحد من الولاد من بنين. يعني كل اللي شاغل ربنا، نفسي ابني ده اللي بعد يرجع يبقى ابني في بيتي تاني ويقول لي يا بابا، نفسي يقول لي يا بابا. كانت شهوة الأب في مثل الابن الضال إن الولد يرجع يقول له يا بابا، عشان كده ما سابوش يقول اجعلني كأحد أجرائك، وفضل كل شوية يقول ابني ابني، الابن الكبير يقول له ابني كان ميت وعاش، ويقول للخدام ابني كان ميت وعاش، يلا نفرح، وفرحان قوي ان ابنه رجع يقول له يا بابا. لا تتصوروا حلاوة أبانا الذي عند ربنا مش عندنا. أبانا الذي احنا بنقولها للأسف كده، إنما بالنسبة لربنا لما أولاده يقولوا له أبانا زي أطفال بينادوا على بابا، مفرحة. في رومية 8 قديس بولس اللي فاكر ترتيب رومية،
بيقول القيادة بالروح القدس تخلينا نقول له يابا، آبا في اللاتيني زي الفلاحيني بالظبط. يابا يعني إيه؟ آبا الآب، يعني حتى في ترجمة إنجليش يقول لك You are my father, you are my dad، يعني أنت أبويا. آبا يعني بابايا، مش بشياكة فاذر يعني، لا هي كمان بالبلدي. فربنا بيبقى فرحان قوي ان الناس ترجع تقول له انت بابا، ما هو مستنيها دي. فبيقول كنت عاوزكم توصلوا لدي، بعمل كل اللي بعمله عشان ترجعوا تقولوها لي من قلبكم وتبقوا فرحانين بيها زي ما انا فرحان بيها. كيف اضعك بين البنين واعطيك ارضا شهية ميراث مجد امجاد الامم، يعني اللي تحلموا به فأمجاد الأمم عندي أغلى منه. السما طبعا العز اللي ما تتصوروش بيتحوش لك لمجرد أنك ترجع تقول يا آبا يا بابا. تلاحظوا أن في الصيام اللي احنا داخلينه الصيام الكبير بنغني أبانا الذي زيبني وتيت، لأن هو ده أساس الصيام، التمتع بالأبو. المسيح لما اتكلم عن الصيام قال ما تبينش لحد صيامك، صوم ليه؟ لأبوك. ولما تصلي تقفل على نفسك وصلي لأبوك، ولما تعمل صدقة ما حدش ياخد باله تعملها لأبوك. فأول قبل ما نصوم حد الرفاع هتسمعوا كلمة أبوك 10 مرات في النص، عشان تبقوا فاهمين أن الصيام كله في حتة أبوك دي، التمتع بالله. يبقى التوبة بترجع لك البنو، التوبة بتدوقك طعم حضن أبوك، بتحسسك بفرحة السامرية وحضن الأب في الابن الضال ومشية المخلع اللي كان مشلول وفتحة عينين الأعمى. كل ده اختبارات هتحسها في الصيام، اللي هي كلها بتقول إيه؟ إيه ده اللي أنا كنت فيه ده؟ ده أنا كنت ميت، ده عيشة جميلة أوي. وقلت تدعينني يا أبي، يعني أنا مستني توصلوا لدي، تقول لي يا أبي ومن ورائي لا ترجعين، يعني ما تلفيش وترجعي تاني. يبقى الرجوع للبنوة، ويبقى اللي شاغل ربنا شاغلك، هو مشغول يديك السماء وانت مشغول تروح السماء. كده اتظبطت الحكاية، اللي شاغله ياخدك السماء واللي شاغلك تروح السماء. ومن ورائي لا ترجعين، يعني دايما متحفظ، مش عاوز ارجع للخيبة تاني والكسل تاني والفتور تاني والفلوس تاني والزعل من الناس تاني لا لا مش عاوز أرجع للخيبة دي بقى. أخيرا آخر نص، سمع صوت على الهضاب، بكاء تضرعات بني إسرائيل لأنهم عوجوا طريقهم، نسوا الرب إله. برضو مع الكارثة دي مفيش غير طلب واحد من ربنا، إيه؟ ارجعوا ارجعوا أيها البنون الأوصار فأشفي عصيانكم. كأن ربنا بيقول طب افتكروني، ده أنتوا بتنسوني. احنا ساعات ننسى ربنا بالساعات طول اليوم وكأنه مش موجود، ساعات ننسى بالأيام، إنما ما يصحش ننسى إنه هو المسؤول، هو اللي قدامنا ورانا وفوقينا وتحتينا. أو ارجع افتكر أنا قلت إيه، لأن التوبة مرتبطة جدا بكلمة ربنا. التائب هو شخص كلام ربنا في ودانه طول الوقت، إن كان وعود أو وصايا. التائب شخص ودانه دماغه مليانة كلام ربنا، صوت ربنا بيهزه طول الوقت، بحبك ما تخافش، تشدد تشجع ارجع أنا معاك، أو لا تدينه، لا تغضب على أخيك باطلا، حاسب من كذا. فصوت ربنا بيحركه طول الوقت. عشان كده مفيش توبة يا حبايبي من غير إنجيل، مفيش توبة من غير مشغولية بالكلمة ربنا. ومش مشغولية نظرية تحفظ مجرد آيات، لا، الكلام بتاخده على نفسك وتعيش به. هنا كمان التضرعات، دموع فرصة للرجوع. الآباء قالوا دمعة واحدة من عين الواحد بتهز السماء كلها. أي شعور صادق بالخجل من ربنا عند ربنا، ده دي لحظة تاريخية في حياتك. مش لازم دموع العين، لكن الصدق وانت واقف قدام ربنا مكسوف في لحظة، دي أجمل لحظة في عمرك، لأن اللحظة دي بتخلي ربنا يشطب على الماضي كله من غير كلام، حتى لو ما كلمت. زي المرأة الخاطئة اللي قعدت تعيط عند رجلي، اتشطب على الماضي كله في اللحظة دي، وهي حتى ما استجرتش تقول له سامحني، بس هو قال لها خلاص
اذهبي بسلام إيمانك خلصك. هنا اللي مستني ربنا إن إحنا نرجع نقول له ها قد أتينا إليك. هدي نرجعنا هو بقى. دي الكلمة اللي بتفرح ربنا. ما أجمل منظر الكنيسة في قداسات الصوم والشعب كله بيقول ارحمنا. أجمل منظر على الأرض كلها. تصور المسيح بيبقى في منتهى السعادة والكنائس مليانة بمصلين تائبين، مش جايين حتى يطلبوا عشان دنيتهم، لا خلاص جايين يطلبوا الرحمة. هذا المنظر بيدي قوة للكنيسة كلها. الكنيسة تغير العالم بالمنظر ده لو احنا فهمنا قيمة اللحظات دي اللي كلنا بننسى الدنيا وننسى نفسنا ونبقى في وضع توبة. تأكدوا ان ده بقى أقوى حاجة على الأرض. دي القوة اللي تهز العالم وتهز الجبال كلها وترجع العالم كله للمسيح لإلهنا كل مجد وكرامة.